أنا حسب ما فهمت صحتين بابا كان بيعرف بكل شي من الأول وكان أخذ كل الاحتياطات أصلاً. معناته لو ما كان أخي صاحي لهالملعوب هاد كنا اندبحنا كلياتنا وكانوا رح يخلصوا على كل عائلتنا وما يضل فينا حدا عايش. الله يحن على هالصبي كمان وما يحرمه من أبوه يا رب. يلا حبيبي. آمين آمين دخيل اسمك يا ربي. بس أنا قلت لهم تذكروا إبراهيم بيك مستحيل ياخذ ميمو ويروح يسلمه للمجرمين الظالمين هيك. قلت لكم إلا ما يكون حاسب حساب. يعني حسيت هيك شي رح يصير. عمتي ليك في ناس عم يتسمعوا علينا، برأيي بيكون أحسن إذا بننتبه لكلامنا. انت شو فكرة يعني؟ كانوا قبل ما يقتلونا ويصفونا واحد واحد كانوا رح يشوفوا هوياتنا وبعدين يقتلونا. فكرة لأنك مو من عائلة جوهر كانوا رح يقولولك تفضلي. كنتي كمان انت رح ترتحمي معنا. الله يبعد الشر يا ربي. لازم نذبح خواريف بس تخلص هالقصة. خلي هالقصة تخلص وكل شي بصير سهل من بعدها. ليكي كريم بالمشفى بين الحياة والموت، أول ما يصحى بخير وسلامة وبس يصير منيح بدي اذبح 40 ذبيحة وزعن على كل أهل الضيعة وخلي الكل يدعيله. عمتي لك شو هالحكي هاد؟ شو هاد؟ عايشة اختي انت طالعي ميمو على الغرفة لو سمحتي، يعني هالحكي كله حاسسته بلش يقلب لفيلم رعب ومو ناقص يصير شي للولد. ألعابنا عم يستنونا، يلا بدنا نروح نلعب. يلا صلنا زمان عم يستنونا. أنا كمان رح أقوم حضر له الببروني. يا أمي ماشي. يا أمي يلا حبيبي. أوف. يلا يا روحي قلن باي. عمتي ليك كلنا عم نستنى لحتى يوصل خبر حلو من جهة أخي كريم، يعني كلياتنا هون خايفين على وضعه. يعني انتي ليش هيك بتنقي كتير وكأنه بس انتي الوحيدة اللي محروق قلبي؟ والله نفختي لنا قلبنا خلص بقى. يا تعي لهون ولي مايا، هلا انا صرت بنقي عليكن. اصلا انا قلبي محروق مثلكن، ما كان ناقص غير اسمع كلام من فصعونة عيلتنا. لا حول ولا قوة الا بالله. اسف دخلت بسرعة، بس اتصل عاطف وقال انه حسين بيك بده تياب نظيفة. ايه تمام راح اجهز لك ياهن، بس استناني شوي. يلا فوتوا. ليك رجعنا يا بنتي، ألف الحمد لله. يلا لشوف. فوت إياد فوت. اجيت اجيت فوتوا انتو، ليكني جاي. وانتو يلا يا شباب انتو انتبهوا منيحة، يعني اذا صار شي خبروني بسرعة مثل الطير بنزل. تمام ماشي، يلا ديروا بالكم على حالكم. يلا منشكر الله واخيرا وصلنا على بيتنا. أوف أوف أوف. ايه والله رجعنا ألف الحمد لله، لو بيجينا خبر حلو من المشفى كمان يا ريت. امين. أنا رح غسل لبيان ونيمها مشان ترتاح شوي. إيه إيه أنا كمان رح أطلع أتسطح شوي، تعبت كتير اليوم عن جد. إيه لازم والله. أسفة أسفة. ليك اسمع أنت اطلع ونام بأوطي وهيك بترتاح شوي تمام؟ يلا طلع شو ناطي عأوطي أنا. يلا إيه ماشي. يلا تعالي حبيبتي. ملك أنت كمان ارتاحي لك شوي، هاتي بيان عنك. رح نيمها بأوضتها منيح وبعدين منرجع منحممها ورح ساوي شوربة دافية بتريح أعصابنا كلياتنا. روقي حبيبتي كل شي رح يتصلح. تمام ما رح أزعل يا عمري، ما بزعل يا بنتي. يلا تعي يا حبيبة خالتك لازم نروح ننام. انت ليش اجيت لهون؟ نحنا لازم نروح. لوين؟ الامور مو منيحه جوا، الدكتور عم يحاول بس انا سمعتهم. ما في امل بنوب، نحنا رح نروح. انت جنيت يعني؟ مستحيل يكون هيك. بعدين انت شو بيفهمك؟ انت اكيد فهمان الحكي غلط. انت ما بدك يا اصلا، عم تعامليه بطريقه قاسيه. نحنا رح نمشي من هون ورح نخلص منك.
ولك انت بتعرف قديش انا بحبه؟ اه بتعرف ولا لا؟ انا ببوس ايدك، بترجاك لا تاخده معك، وحياة الله ما عاد زعله مرة تانية، ما عاد زعله ابدا، ورح كون مرة منيحة كتير، انا رح اسعده على طول، بعطيه روحي انا. انت ما بتعرف بس كريم بيعرف هذا الحكي منيح، روح قل له هيك، لا تاخده معك، لا تاخده معك، ببوس ايدك لا تاخده، لا تاخده معك كرمال الله. يا ربي دخيلك تعافيني كريم. جوليا، جوليا لازم تصحي شوي، جوليا يلا تعي لحتى نلاقي مكان تنامي فيه، كمان حسين نام وانتي خليهم يعطوكي مهدئ. كريم شو شوفي شو صار له كريم، افتحوا الباب بدي اطمن عليه. النبض عم ينخفض، بيتحمل، ضل بس شوي. دكتور النبض وقف تماما، افتحوا لي بدي فوت لجوا. جوليا طولي بالك شوي، جوليا كريم صاير له شيء، جوليا يلا بدي فوت، بدي فوت، افتحوا الباب استعجلوا شوي يلا. جوليا مشان الله خلصنا، اهدي بقى جوليا، جوليا خلص، جوليا جيبوا الدكتور لهون، مشان الله افتحوا الباب يا شباب، اهدي تمام، اهدي جوليا خلص، كريم خلص، اهدي شوي روحي، اهدي شوي كريم عم يموت، جوليا إبراهيم بيك. عاطف إذا في عندك أخبار مو حلوة قتلني ولا تقلي إياها بيكون أحسن. كريم بيك طلع من العملية وضعه مستقر الحمد لله على السلامة. عاطف أنا للحظة حسيت إني رح أخسر ابني، كتير خفت. مرقت يا بيك الحمد لله، مرقت على خير. يلا يا بيك خلينا نروح نشوف كريم. حسين كيف صار؟ هو كان مخدر وهلأ من شوي بلش يفيق، وزينب خانم عنده. ماشي ماشي، لا لا أنا منيح منيح. أهلا وسهلا، تفضلي، ما تخافي عليه، كان حظه كبير لأنه الأعضاء الثاني ما تضررت أبدا، ما تضرر غير الاطحال، وفي عنا شوية كسور صغيرة بطلوع، بس لا تشغلي بالك كله رح يتجبر. شو رح يصير هلأ؟ يعني بعد ما استأصلته الاطحال؟ أهم شيء إنه هو يدير باله على حاله من الالتهابات، ومع الوقت الأعضاء الثانية رح تتكفل بالتخلص من الكريات الحمراء الفاسدة، بس يطلع بالسلامة منحكي بهالتفاصيل طبعا. وهلأ رح ننيم المريض للصبح، انتوا اطمنوا. تمام شكرا كتير، الحمد لله على سلامته. يا حبيب عمري كريم، حبيبي كلياتنا هون جنبك، الله يوفقك طيب ورجع لنا بسرعة يا روحي، بوعدك اني ما رح اترك ايدك مرة تانية بحياتي، صدقني ما رح خليك تبعد عني بحياتك. Thank you.
أول ما تفتح عيونك رح كون قدامك. فكرة إنه يكون صار لك شي خوفتني. أخ منك يا حسين، أخ منك. أنا وياك ما عرفنا نلتقي إلا بالزمان والمكان الغلط. بس حتى لو أنت بعيد، مجرد إنك عايش وإني أعرف إنك عم تتنفس، وقتها بكون كسبت الدنيا. أنت أول حب إلي، ورح أحبك دائما. جوليا، الحمد لله على سلامته، وضعه صار أحسن صح؟ هيك الدكتور قال. السنة استأصلوا لطحال وقال إنه في كم كسر صغير بطلوعه كمان، بس الدكتور قال لي إنه ما في أي شيء بيخوف، يعني بيقدر يعيش حياته بشكل طبيعي. ألف حمد وشكر. الحمد لله. ابني رح يعيش من غير طحال؟ مرت عمي قال الدكتور ما في مشكلة. لك ليش الله عطانا هالعضو إذا ما في مشكلة؟ يا عمري رح يكمل حياته وهو مو مرتاح. طيب سهيلة خانم، كتير ناس بهالوضع وكملوا حياتهم بشكل طبيعي. أنا ماني جايبتهم من الشارع لأولادي، الله بيعلم شو رح يطلع على بابني. لسه كلكم كنتوا السبب اللي صار، ولا واحد فيكم عرف يحمي لي ابني. هيك بين يوم وليلة كان ابني حيروح مني. أنا ما عاد فيني أتحمل اللي عم بسمعه. فراشتي شو رأيك ننزل لتحت شوي نرتاح؟ ننزل يلا. أخي عاطف، حدا يسكت مرت عمي أحسن ما عمي جن هلأ وما نقدر نهدي ابنه. رضا تعال يلا. ملاك، عملوا عملية لكريم وطلعوه، هو صار أحسن. الحمد لله على سلامته. الحمد لله. أنا ما تحملت، جيت لأطمن على حسين، بس مو صحيان بنوب. إيه عم يعطوا حبوب منومة، هدول مشان يهدوا، لأنه كان معه انهيار عصبي ومتوتر كتير، كان تعبان يا حرام، هالشي مو منيح أبدا، لهيك عطوا دواء. بس طبعا ما حدا بيقدر يعرف شو الشي اللي صاير معهم. طيب انا لازم اروح هلا. وقفي شوي، طولي بالك ملك، انا رايح. ماشي. ايه ماشي، خلينا نروح سوا. لكن فراشتي لو سمحت انتبهي على حالك، ايه هدي اعصابك ماشي، لا تردي على هذا الحكي ابدا، مبين انه حماتك ما لها مرتاحه، يعني تعبانه حرام.
شوفي شو رح يكون فيه. لفت القصة وقعت براسي أنا بالأخير. المهم هلأ كريم يصحى وبعدين هالحكي بيلتقى له حل. لا تخافي علي، أنا منيحة. ماشي ماشي، بس أنتي روقي. إيه حاكيني إذا بدك شي. وأنا كمان بحاكيكي. يلا بي باي. شو اللي صاير؟ الكل متوتر، الكل. هلأ بدي الدكتور ليشرح لي اللي صار. كيف هيك بيشيل طحال ابني؟ وينك إبراهيم؟ قوم اعمل شي بدل ما تضل قاعد. انت ول على بالك مو هيك؟ شالوا طحاله لابنك، عم تسمع؟ شالوا الطحال. سهيلة لا عاد تصرخي، خلص صار لك سنين عايشة بهالبيت ولف رجل على رجل ومبسوطة، أما أنا فنيت حالي لحتى العيلة تضل واقفة على رجليها. اسمعي، يا ريت تقارني بين أكبر هم من همومك وهمومي أنا. وقت أحكي تاني مرة تبهي منيح على كلامك. وإلا وإلا شو بتعمل؟ قلي إبراهيم لشوف. احكي يلا، قلي شو بدك تعمل، قول يلا. مرت عمي خلاص لا تحكي هيك بقى. عمي هلأ مو الوقت المناسب للخناق، يعني حلو بالمستشفى وقدام الكل يطلع هيك حكي. مرت عمي بدل ما تدعي لكريم يقوم بالسلامة قاعدة عم تخانقي لعمي وتحاسبي الكل. عن جد ما بيصير هيك مرت عمي، بكفي بقى. زينب نلعي. حاضر. استنى علي يا إبراهيم لقلك، مفكرني رح أسكت لك على هالحكي اللي قلته ومرق لك يا، بس بالأول خلي أولادي يطلعوا من هون بخير وسلامة ومنتحاسب أنا وياك على كل شي. ما رح أنسى لك ياها يا إبراهيم. بعده نايم كأنه مرت عمي سيارة ما فيها فرامات، إن شاء الله ما تدعس حتى بطريقة. إيه شو كنتي متوقعة؟ هي كتير زعلانة، أكيد مخها بيكون ما عم يستوعب شي بعد اللي شافته. طيب ليكو هي ابنة ما فيه شي، ليكو رجع للحياة ونفد من الموت بس فاضية تقعد تحاسب الكل. جوليا ونظرات عمي ما عجبتني أبدا، إن شاء الله ما تصير شي مصيبة. عيد الشر، إن شاء الله ما يصير شي، مو ناقصنا مشاكل. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين نزار بيك، تفضل فوت. لا بلا، حسين بيك نايم بلا ما أزعجه أحسن. نطلع لبرا إذا بتكون. شفت ماهر هو وطالع وخبرني وين أنتو. الله يحميهم. تسلم. كيفه كريم؟ منيح الحمد لله، وضعه أحسن هلأ. العملية تبعه كانت كتير صعبة وعم نستنى، المفروض الصبح يصحى من البنج. وهداك مات؟ ايه مات، لميس مرته هي يلي قوصته، لأنه الحقير كان ناوي يقوص كريم براسه. طيب طيب اهدي شوي على مهلك، خلينا نسكر عالصيرة. ماشي زينب؟ آسفة جولي على اللي قلته، أنت منيحة؟ ما فيني شي، حاسة حالي دايخة شوي بس. بعتذر منكم، مفكر حالي حاطه صامت. هذا الاتصال من برات البلد، عم يتصلوا من المركز الصحي. اي رد، خد راحتك. الو؟ ايه تفضل، عم بسمعك. ليكي جوليا، كأنه وصلوا خبر مانو منيح. مشان الله لا تحكي هيك يا زينب، والله مو متحملة اسمع شي جديد ابدا. نزار انت منيح؟ شو خبروك بالمكالمة؟ طيب راح اجيب لك كاسة مي. ميليسا
اختي ميليسا انتحرت. كيف؟ كيف يعني؟ شو هالخبرية هاي؟ مو معقول هاليوم ما أبشعه؟ الله يمضي هاليوم على خير ونخلص بقى. جوليا؟ نعم. شو صاير؟ شبه هذا؟ ليش هيك طالع؟ فهميني شو اللي صاير؟ عمي قال انتحرت أخته. انتحرت؟ كيف؟ ما عرفنا التفاصيل لسه. وليش انتحرت؟ يعني بتعرف انه كان عندها شوية مشاكل بعقلها. خلاص زينب مشان الله لا تحكي هيك، بالنهاية بنت صبية والله حرام. معك حق، بس والله من الزعل مو عارفانة كيف احكي، حاسة مليون قصة براسي. يا ربي نخلص من هالليلة بقى على خير وسلامة. مو معقولة هالليلة قديش بشعة. تعال فوت. طيب هيك تركتوا الزلمة يروح لحاله؟ والله هيك ما بصير، كنا بعتنا معه عاطف او شي حد مشان يطمن عليه يعني. عمي نزار عنده جيش رجال، وانت ليش عم تشيل هموم الكل كمان عمي؟ يلا خلينا نفوت لجوا، كتير برد. لا خليني هون، انا الجو البارد بيهديني شوي، انت فوتي لجوا بلا ما تبردي. يلا عمي يلا. حاضر. أنا إبراهيم جوهر، أنا اتصلت مشان أسمع صوتك. يا روحي يلا قومي حبيبي. طبعاً كنت مخدر كل الوقت. ما دكتور بعرف زينب ليش كل هذا التخبيص؟ كيف بتخدروني بهالشكل ومن غير ما تاخدوا إذني أو تسألوني حتى كيف؟ أصحك تنعاد. عم نبهك، هذا الشيء ما بقى ينعاد، فهمتي؟ صراحة نحن خدرناك كرمال مصلحة حضرتك حسين بيك، بهيك نوع من الحالات ما منحتاج ناخد إذن المريض. الدماغ والجسم بحال ما نالوا الراحة والنوم الضروريين بينهاروا. بعتوا وجبة فطور خفيفة للمريض لو سمحتي. يلا فورا دكتور. عليك العافية. دكتور شكرا كتير، ما دقق علي أعصابه تعباني. ما يهمك ولو، هذا واجبي. ألف الحمد لله على سلامتك. شكرا. يا روحي خوفتني، فكرتك تأذيت. ما تخافي ليكني منيح. روق شوي شوي. تمام تمام. توجعت شي؟ لا لا منيح. تعي يدي قدامي. تعي زينب، أول ما تنفرج ويرجع كريم على البيت بخير وسلامة
رح ننتقل مع بعضنا على بيتنا. نحن ما رح ننتقل لمكان حسين. انت هلأ تحت تأثير الدواء عم تهلوس. منذكر بعض إذا حنروح أو ما حنروح، رح ناخد بنتنا ونأسس مع بعضنا لحالنا حياة جديدة. وإذا بدي موت فحابب موت بحضنك انت وبس. كمل يا روحي، حتى لو هالحكي هلوسة بس شعور كتير حلو انك تقول هيك. اللي سمعته مستحيل يكون حقيقي، مستحيل يكون حقيقي. نزار، شلون صار هيك؟ عمتي راحت وردتنا، قتلت حالها. شلون؟ لا لا لا، مو معقول، مو ممكن، أكيد في غلط. مين قال لك هالحكي؟ مستحيل مستحيل. يا الله دخيلك، لسه هذا صبية بأول عمره. شو هالمصيبة هاي؟ ما قدرنا أبدا نحميها من مرضها، بس الله رجعلنا إياها وتلطف فيها. نزار، هلا نحن شو بدنا نعمل بهالمصيبة؟ شو رح يصير؟ طولي بالك، عادي ما تضلي واقفة. فيكي ما سخانه. نرمين حبيبتي، العمر إليك. ما عم صدق. العمر إليك يا روحي. بتحبي تشربي شي؟ لا معلش، ما بدي شي. يسلموا إيديكي. حكاني المركز روح، يعني رح أجيبها معي. بدي أطلب طلب منك. قول نزار. بابا ما يعرف بالموضوع أبدا. نزار مستحيل، ما بيصير، لأنه من حق أخي إنه يدفن ضناه. شلون بدنا نخبي عنه هيك شيء؟ رح أتصل بالدكتور، لازم يكون موجود وقت تخبروا عمي. إيه هيك بيكون أحسن. يا الله يا الله، وين كان مخبأ لك كل هاد؟ ابك، أنا بعتت مراد على مخيم، بيضيع وقت مع الأولاد. المساء لما يرجع أنت بتحكي له بطريقة مناسبة. ما قدرت أنقل له الخبر. تمام، لازم نمشي. الشركة رح تحضر كل إجراءات الجنازة. يا نزار، آخ يا نزار. مالي عرفان شو بدي ساوي. تكل على الله حبيبي، ما فينا نعمل غير هيك. أنا رح أحضر كل شي بيلزم للبيت. نزار بيك، حضرتك دير بالك على حالك. نرمين خانم، زياد بيك امتى بيجي؟ على علمي كان معزوم على العشاء على مزرعة سعد الله بيك، غالبا للمساء حتى يرجع. طيب اتصلي بزياد بيك وبتخبري انه اجانا خبر من ميليسا وانه تعبانه، والدكتور اجا لهون، وانه نحن ناطرينه ولازم يجي ليفهم حالة ميليسا منيح
بعدين اتصلي بالدكتور يجي لو سمحتي. تمام. لساتك متضايقة مع سخانو؟ انزعاجك ولومك على حالك أكبر بكتير. ما تخافي من غضبي، خافي من غضبك اتجاه نفسك. كريم بيك، افتح عيونك، في حدا حابب يشوفك. يا روح قلبي، حبيبي كريم، أنا هون جنبك حبيبي. الله يوفقك، أعطيني إشارة إذا عم تسمعني. يلا شوفهم مش على الله، كرمالي فتحهم بس شوي، اشتقت لهم كتير يا كريم. إذا بتحبني يا حبيبي يا روحي أنت، الله ما يحرمني من هالعيون ما أحلاهم، هدول أغلى شي بحياتي. رجوليا، نحن كلياتنا هون جنبك كريم، ما في داعي تخاف على اي شيء ابدا، كلياتنا موجودين ليكنا جنبك هون يا روحي. وابي بابا ما تشي، لا لا بعيد الشر عنه، ليكو هون، ليك ليكو عمي واقف برا وعم يستناك كمان. وأخيراً هداك الحقير مات وارتحنا منه، ألف الحمد لله يلي خلصنا. هالمرة لميس هي اللي خلصتنا منه وقتلته، بس لا سمح الله كنا رح نخسرك أنت كريم. إجت الرصاصة بطحالك واضطروا يشيلوا لك لبوس قالوا، مو مهم الاسم، بس المهم استأصلوا لطحال والله تلطف فينا، كنا رح نخسرك. نشكر الله، الله تلطف فيك، لو تعرف قديش ارتعبنا وخفنا وحياة الله. ألف فكرة صارت تاخذنا وتجيبنا، يعني ما بقدر أوصف لك قديش ارتعبنا عليك يا كريم، أنا كنت رح أموت. مدام بكفي اليوم هيك. ماشي جوليا. يا روحي قلي شو بدك. أنا بخطر؟ أكيد لا، طبعا لا يا قلبي وحياتك، ما فيك شي، ما فيك شي صدقني. وإذا بدك وضعك أحسن من وضعي كمان. وأنا بوعدك لما نطلع من هون على البيت ما عاد خلي الزعل يفوت بيني وبينك ولا لحظة يا روحي، ولا رح نبعد عن بعض كمان. وحياتك بدي ضل قاعدة عقلي، ما عاد زعلك أبدا صدقني. جوليا يا روح على جوليا. وليلي هلأ أنا وياكي بالجنة؟ إيه أنا وياك بالجنة، وبصراحة ما قدرت أقعد بلاك، مشان هيك انتحرت ولحقتك لهون لكون على طول جنبك. أنت لحالك؟ يعني أنت الأنثى الوحيدة؟ لحالي مع الأسف، بس إذا بدك كمان بنات تاكل مني كم بوكس، بيقوموا بيجوا كل الصبايا، وبوعدك كون أنا بيناتهم مشان ما تزعلوا، بس تاكل القتلة رح أصل لك لسانك كمان، مشان تقول يا ريتني رحت على جهنم مو على الجنة. ما بيجي من قلبك، بعرفك جوليا، بس هلأ كنت خايفة علي. ايه صح، خفت عليك. ايه بس عادي، مهم انك صرت هلأ منيح يا حبيبي.
ليك لازم روح طمن الكل عليك، بدي خبرهم بكل شيء قلت لي يا حبيبي. لازم روح لعند ابني كمان، اشتقت لميمو، إلي وقت منيح ما شفته، واصلا بسببك كتير بكي. انت ما سألت عنه لهلا على فكره. وانا كمان اشتقت له كتير، بس تشوفي قولي له انه ابوك بطل ماشي. اي على عيني، ليكك منيحه يعني، صح غبت عنا بس لساتك مثل ما انت، مثل ما بعرفك تماما. فكرت بعد ما يشيلوا لك الاطحال رح تصير مؤدب. عن جد شالوا لي الاطحال؟ ايه، وفي غير شغلات كمان راحت، بس عادي حبيبي لانه انا بحبك وبعشقك كمان، لهيك ما رح تفرق معي كيف ما كنت. لا تزعل على حالك. ايه شوي برجع ما بطول عليك. شكرا دكتور. مزبوط عم تحكي هالمجنونة؟ الحمد لله الحمد لله. حسيته مرتاح بالحكي كتير، مو هيك يا روحي؟ ايه اطمنوا وضعه ممتاز. تعي لهون نرتاحي، خلص ما هديت أعصابك؟ الحمد لله. جوليا حاش تبكي بقى، بكفي ليكو وضعه كتير منيح مزبوط؟ ايه الحمد لله. مرحبا. شو؟ الحمد لله على سلامتك. تعي لهون تعي. بس حبيت الحمد لله وضعه منيح، من شوي فتح عيونه. سلم علي. ايه لك هم. لميس كريم صار منيح، وليكو صحي كمان. لا تخافي. ايه لميس، انا ممنونتك على كل شي عملتي، لولاكي ولولا وجودك يمكن كريم كان هلا. لميس خانم، انت حدا قوي كتير، ما في داعي لهالحكي كله هلا. المهم انه كريم منيح. طمنوني عن محمد. محمد كمان منيح وهو بالبيت. لميس شو رأيك نروح على البيت؟ ترتاحي شوي هونيك وبتشوفي محمد، أكيد أعصابك بتكون تعبانة ما هيك؟ يلي صار معنا كان كتير بشع. أنا برأيي لازم نروح نرتاح كلنا ونبدل ثيابنا. يلا مرت عمي. ما رح روح، بركي رجع صار معه شي. ما بأمن أتركه مع إبراهيم لحاله، لا ما رح خليه لحاله. طيب خلونا نمشي. شكرا لك. يلا مضت على خير. روح ارتاح.